شطرنج شطرنج، هذا إلك هذا إلي، قاعد هذا المدير مدة، أجا غيره شخص، خابر ضغوط جيت تدفع طق طق، أقول لك ياها قاعد المدير شهرين بعد ما يعرف للموظفين، السكرتير ماله بعد ما يعرفه نقلوه، جاب مدير غيره قعدوه، راحوا على بلديه نقلوه، جوا على فلان، أقول له فد مهزلة والله العظيم مهزلة، يعني مثلا خلينا نقول مجلس محافظة، مجلس محافظة هاير تنقل فلان وجيب فلان ودي فلان، فلوس صارت 3 أشهر يومكم عمي، مشاريع ما أعرف توقعوها. والله ما خلينا واحد ما نشدنا، بس هم ما دايرين بال اخي، مجلس محافظه كله ما داير بال، هاي بال 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 بالمصلحه مالته بالمنفعه مالته، كلهم مرتبطين باحزاب وبيناتهم، هذا هذا يرفع هذا يكبس، هذا يطلع مشروع هذا ينقله، ما دايرين بال ولا بحالنا، بس الله كريم ان شاء الله اراده الشعب فوق ارادتهم، والشعب هو مصدر السلطات. جينا من ناحيه اسكندريه منطقه اسكان ويا اخواننا في قضاء المسيب، وهاي الوقفة الاحتجاجية نطالب المسؤولين نطالب الناس الشرفاء انه يطلقون التخصيصات مال محافظة بابل ما شمال بابل، يعني ناحية اسكندرية لا حد الان لا تبليط لا خدمات لا كل شيء ماكو. مرجية منك ما كان